عسلامة، مرحبا بكم. شوفوا مع بعضنا ان كوريجي فيديو دان سوجي بوغ لي زيلاف كاتريام اني سيونس تكنيك ريدكتور امبراياج فران. دونك اون فوا ايسي الموتور لهنا لامبراياج فران، بالتالي نلقاو الريدكتور السورتي نتاع الريدكتور فا اونتريني ان تامبور ان موفمون دو روتاسيون بور سي فولي ديبلاسي دي بياس سور التابي رولون. كما نعرفوا حاجه كيما هكا تري اوتيليزي في الاندستري، دونك ميز ان سيتوياسيون اون تروف توجور لي تابي رولون كي اسور لو ديرولمون دو لا ماتيير دوفر دون بوست ا اون اوتر. سي تابي سون جينيرالمون انتريني بار ان موتو ريدكتور تيل كو ليكزامبل اللي عندنا احنا. دونك من بعد نلقاو ديسكريبسيون دو ريدكتور امبراج فران. اتو نقراوه من بعد الباراغراف هذه بيان سور وقت اللي نشوفوا الديسان دونسومبل. من بعد النومنكلاتور، النومنكلاتور لاحظوا فما دو بياس ما عطانيش الريبير نتاعهم، اتو نسميهم مع بعضنا. بعد نلقاو الديسندونس. دونك باش نرجع نقرا الديسكريبسيون تاع الريدكتور امبريج فران وفي نفس الوقت على الديسندونس. دونك يقول لو تابي رولون نيميرو 16، تابي رولون نيميرو 16 لنا تابي رولون في السورتي et entraîné en translation par le tambour 15. Tambour هذا كيف يدور، التابي رولون va être entraîné en translation qui reçoit son mouvement de rotation du système composé d'un moteur muni d'un réducteur embrayage frein. Donc muni جهه المouvement si vous voulez le tambour هذا من الموتور muni d'un embrayage frein plus un réducteur. Donc هذا الparagraphe presque شنو فيها. La position de l'armature 27, il s'agit les choix. La position de l'armature mobile 27, à gauche ou bien à droite. Parfois, on a une description qui est comme ça dans les embrayages freins. Parfois, on a une chose qui est comme ça, une ishara petite, pour que tu comprennes l'embrayage. Mais c'est simple. Supposons que tu n'as pas ce paragraphe. Attends, nous faisons ensemble. Donc, il faut dire que le résultat, c'est le moteur ici, sorti ici, va entraîner un tambour qui va entraîner, si vous voulez, tapis roulant en mouvement de translation. Nous allons voir le dessin d'ensemble. Nous avons l'arbre moteur numéro 1, la clavette et plateau moteur numéro 30. Il est autonome à l'arbre moteur 1. Donc tout ce qui est colorié et collé dorme à l'arbre moteur. كولي على جنبه فما غارنيتور قدامها باش نلقاو لغماتور 27 لغماتور 27 ولهنا بيان سور سي كوا سا سي بوبي ولا الكترو ايمون. دونك اذا الالكترو ايمون الي اكسيتي افيك ان كورون الكتريك ال فا كري ان شام مانيتيك داتراكسيون كي فا اتيري ال 27 هذه ال 27 في السونس هذا، c'est-à-dire de gauche vers la droite. Pièce 27. Donc, tu as dit l'effort d'attraction magnétique de gauche vers la droite. C'est très important, même dans le calcul de l'embrayage frein. Donc, tu as dit donc la pièce bleue maintenant 27, l'armature mobile, il est attiré de façon cette. On a fait une petite modification du dessin. Près, bêche. لاحظوا كيفاش تقرب للبلاتو موتور اللي هو تورنو مع الموتور 30، يولي فما كونتاكت اديرونس. ومن بعد تالي بيان سور فما كلافيت لنا با اونتريني لاربر البينيون اربري نيميرو 24 او موفمون دو روتاسيون. لكن يقول قايل البوبين الاتيغ في السونس هذا ولاغماتيغ لنا نلقاو راها دي غوسور 28 لي غوسور تير في السونس الاخر. يعني كيفاش باش تعدى ليفور دومبراياج كي فا كريي لاديرونس نيسيسار اتسيتيرا باش يتعدى الموفمون، من جهة عندي ليفور دو غوسور اف ار كي بوس في السونس هذا، ومن جهة عندي ليفور داتراكسيون مانيتيك في السونس الاخر سولي دو غوش فيغ لا دروات و الغوسور دو دروات فيغ لا غوش. دونك سهلة البوبينة ديما لي فورم تاعها باش يكون أكبر من لي فورم تاع الروسو، داتراكسيون باش يكون أكبر، ودونك باش جست تضعف شوية تنقص شوية، دونك إف أتراكسيون موا إف إر،
اف امبراياج هو اف اتراكسيون مو اف ار، باش نلقاو ديما حاجه كيما هكا. اف امبراياج هو اف اتراكسيون مانيتيك كريي بار لا بوبي مو ان فوا اف ار. علاش حطيت ان لهنا؟ خاطر ردوا بينا بارفوا يعطينا يقول لي لي فور دان سور ريسور كذا، كي تجي تشوف انت نومونكلاتير تلقى ثلاثه ولا خمسه ولا اربعه ولا اللي هو. دونك ردوا بينا نضربوا فوا بيتي تان. اذا سهل لي المهمه وقال لي لي فور دي ريسور دي ريسور، يعني هو جمع الكونتيتي كامله، دونك اف اتراكسيون مو اف ار ديريكت، غير ما تضرب اذا كان هو جمع لي فور دي ريسور الكل. واذا كان عطاني لي فور دان سور ريسور يلزمني نضرب فوا بيتي تان اللي هو النومبر دو غوسور. دونك نواصلو. ايتون البوبين اكسيتي الفا اتيغي كما قلنا في السونس هذايا لاغماتور موبيل، دونك هكا هو الموفمون يتعدى البينيون افغي نيميرو 24. اونغريني لهنا مع النف سي سا نيميرو 9 سي لاغبا انترميديار نجم نقول، اللي لاحظوا فيها نجم نقولوا 9 A ou 9 B étant بعد نسميهم خاصة في الكالكول etc. دونك دو بينيون ماهماش نفس الديامتر، ماهماش نفس النومبر دو دون بيان سور، كيما لنا مش كيما لنا. دونك ال 9 اونغريني مع ال 24 اونغريني مع ال 9 وال 9 اونغريني مع ال 21 لهنا، رابورتي سور لاربر دو سورتي البينيون 21 لاربر دو سورتي 20 لهنا. لاحظوا فما انا جوستومون افيك سيغاج ها 7 بي 6 يعني مونتي افيك بريس، يعني كي دور ال 21 باش دور معاها لاغب دو سورتي 20 كي فا فير اونتريني لو طومبور اي لي زون بين لاغب دو سورتي و الطومبور راهو فما غوبيل يعني لي زون كاسترومون و الطومبور اون موفمون دو روتاسيون فا اونتريني لو تابي اون ترانزلاسيون. دونك هذا الكل يصير داخل البارتي اللي هي فيكس، هذا وقتاش في البوزيسيون امبريي. في البوزيسيون الثاني نرجع دونك تبدا بوبي نون اكسيتي لاغماتور موبيل هذه شنو بصير لها؟ عندها كان شي لي فور دو ريسور في السونس هذا اف ار في السونس هذا كي فا بوسي لاغماتور هذايا كونتر لا بارتي فيكس غراس او غارنيتور 29 maintenant. دونك نجم نقول لي غارنيتور لهنا لي غارنيتور 3 سي سون لي غارنيتور دومبراياج، 29 نجم نسميهم لي غارنيتور دو فريناج بارفوا، نجم نلقاو حتى في لي نومونكلاتور حاجه كيما هكا. دونك باش يلصق للغارنيتور اللي هي لاصقه للبارتي فيكس، دونك يحب يقول سي لا بوزيسيون فريني، بوزيسيون امبريي باستعمال البوبين في السونس هذا، بوزيسيون فريني باستعمال الروسور في السونس لاخر. كي ردوا بالنا كيما قلنا في الكالكول بوبين لا فاتراكسيون باش نحي منها ليفور تاع الروسور اللي هو مقاوم شويه يضعف في اللف ليفور اتراكسيون دو لا بوبين ولا دو ليلكترو ايمون. دونك لهنا رومارك نجم نزيدها سي فولي لي فور مش دومبراياج وانما لي فور دو فريناج هو اف ار، اف ار فقط اف اتراكسيون ما تدخلش هو لي فور دو. دونك اذا كان باش نعمل كالكول تاع الكوبل دو فريناج فقط نستعمل فيه لي فور، لي فور دي غوسور دي غوسور. بعد نلقى دونك الفاست يعطينا الفاست اسوري لا روتاسيون دو طومبور، دونك يلزمني نتعدى بالسيكل هذا الكل بور فير تورني لو طومبور. دونك فورنير لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون سي كوا كي فا فورنير هو الموتور، لهنا الموتور ترانسميتر او اغيتي لو موفمون دو روتاسيون دو بينيون دو بينيون اربري 24 هو لومبريج فرا كي فا ترانسميتر لو موفمون. ترانسميتر لو موفمون دو روتاسيون دو لاربو موتور او بينيون اربري هو l'embrayage du pignon de l'arbre moteur au pignon arbré 24 de l'arbre moteur au pignon arbré 24. Donc c'est ça, c'est l'embrayage qui va faire transmettre le mouvement. Des sous-fonctions techniques de l'embrayage, créer l'effort presseur lié à fonction technique 32-11, créer l'effort presseur nécessaire à l'embrayage, c'est l'électroaimant. Et qui va assurer la liaison en rotation entre le plateau tournant 30 et l'armature 27? Le plateau moteur 30 et l'armature mobile. Qui va assurer la liaison? On va les garnitures 3. Les deux garnitures 3. Arrêter le mouvement de rotation du pignon arbré 24
بستعمل الفرن لي سو فونكسيون في الفرن مازلنا في الفرن لي سو فونكسيون كريي لي فور بريسور وفريناج كيما قلنا كي با كريي لي فور دو بريسور دو فريناج الفريناج يصير وقت اللي لارماتور موبيل اللي بوسي على اليسار كونتر البارتي فيكس دونك باستعمال لي روسور 28 et assurer la liaison en rotation entre le plateau fixe 4 et l'armature 27 entre le plateau fixe 4 ou l'armature 27 هما les garnitures de freinage هو لهنا يسميهم repère 29 les deux garnitures 29 réduire la vitesse de rotation bien sûr c'est le réducteur لهنا يعني متكون من لونغوناج الاولاني والثاني 24 avec 9 et 9 avec 21 24 9 et 9 21 etc وإلا نجم نقول ريدكتور بون à compléter في l'étude de l'embrayage frein dans les deux cas suivants donner l'état de l'électroimant excité وإلا désexcité باش نقول l'électroimant excité ولا désexcité في les deux cas ou la position du dispositif est-ce qu'on a une position freinée وإلا embrayée حنا قلنا وقت تبدا البوبين واضح السمبول نتاع البوبين في لي دو كا تبدا بوبين اكسيتي لارماتور موبيل اللي بوسي ا دروات اللي هي نلقاها لنا في الكا نتاع بروميي كا 27 دوكا سا كول كونتر ال 30 البلاتو موتور دونك لهنا سي لا بوزيسيون امبريي دونك الالكترو ايمون اللي بالضروره لنا اكسيتي اي سي لا بوزيسيون امبريي في الكا الثانية وقت تبدا بوبين نون اكسيتي دونك لارماتور موبيل بوسي باستعمال الروسور في السونس الاخر دونك لا بوبين ولا الكترو ايمون نون اكسيتي يعني ديز اكسيتي وعندنا الكا نتاع فريناج ديز اكسيتي وعندنا الكا نتاع فريني بوزيسيون فريني On suppose que la transmission de mouvement est réalisée sans glissement. On donne le coefficient de frottement petit f égale à 0,4. L'effort presseur des ressorts, c'est important. Donc, je mets l'effort presseur dans les ressorts, le col FR est égal à 300. Donc, on va chercher la nomenclature, il y a un nombre de temps. L'effort d'attraction magnétique créé par l'électroimant 2, F attraction égale à 1200, mais la bobine est un effort de 1200. Les ressorts, on va faire un effort de 300 newton, mais opposé, je fais 900 sens, bien sûr. Les rayons de garniture sont donnés. 80 ou 60. La vitesse de rotation du moteur, N moteur égale 750 tours par minute. Calculer le fort presseur de l'embrayage. Et les trois carnets, par qui n'allez faire des dessins d'ensemble, dans le cas où tu as fait la question, petit a, ou calculer le fort presseur. Le fort presseur de l'embrayage, bien sûr, c'est le fort presseur de l'embrayage, le fort d'attraction de la bobine, l'effort des ressorts. Donc F embrayage, ou il est parfois noté grand N, c'est un effort normal à la surface, est égal à F attraction moins FR, est égal à 1200 moins 300, c'est égal à 900 newtons. Donc ici, résultat 900 newtons. On déduit le couple transmissible, à ma formule, on a fait le cours. Couple transmissible est égal à 2 tiers fois petit n, petit f. Petit n au nombre de surfaces de frottement de contact. Petit f ou le coefficient de frottement 0,4 l'année donnée. F embrayage déjà calculé et les rayons sont donnés. Donc juste à le petit n ici. Est égal à quoi petit n? Quand on rejoint, voyez? Je vous fais le dessin ici. Donc, l'armature il est atterré, pestamel. البوبين ادروات دونك يصير سيرفاس دو كونتاكت واحده برك بين لي دو غارنيتور تروا هذوما دونك ديجا باش تعمل كونتاكت على اليمين وعلى اليسار على اليمين سي بوزيسيون بريي على اليسار سي لا بوزيسيون فريني اتسيتيرا دونك هنا البيتي تان سي 1 دونك 2 تيير فوا 1 فوا 0,4 بيتي اف 900 هذيك ليفور دو لومبراياج ديجا كالكولي لي غيو 80 cubes moins 60 cubes sur 80 carrés moins 60 carrés. 10 moins 3 pour trier, pour trouver le couple en newton mètre. Les rayons sont en millimètres. Donc,
25,37 newton mètre. Calculez la puissance PE transmise par cet embrayage à l'arbre d'entrée du réducteur. Puissance est égale puissance à l'entrée ici d'un réducteur. Donc puissance est égale, c'est ça, couple déjà calculé fois oméga. Ratine et la vitesse au total moteur. Donc, couple déjà calculé 25,37 fois oméga. L'oméga est 2 pi n sur 60 avec n est égal à 750 tours par minute n moteur. Donc, tout calcul fait, reste le cas, puissance PE est égal à 1992 watts. Suivant. On donne la vitesse de rotation du moteur. N moteur 750 tours par minute. C'est ça, حفظنا la vitesse. On a un nombre de dents. Maintenant, calcul d'engrenage, etc. Il y a un nombre de dents dans tous les engrenages. Il y a une puissance à l'arbre d'entrée PE 2 kW. Donc, on a 1992 2 kW, yani 2000 watts. Oh. C'est une donnée, tu as une valeur proche, mais c'est loin. Et le rendement du réducteur est égal à 0,9. Déterminer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie 20. يعني شو المطلوب تاو هاتو نشوفو عنا N moteur عنا في l'engrenage هذايا tous les nombres dedans sont donnés puissance في l'entrée تاع réducteur ici يعني نجم نقول P24 ولا PE هو يسميها 2 kW au rendement c'est donné. Déterminer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. Vitesse de rotation de l'arbre de sortie, ou un des vitesses de rotation du moteur, ou un des nombres dedans. Donc, rapport global, je n'ai pas le rapport global, Z entrée, Z menante sur Z menée. Donc, donc, il y a 2 kW, yani 2000 watts, je ne retouche pas à ma barre. Donc, on a un rapport global, c'est Z entrée sur Z sortie, Z entrée sur Z sortie, Z menante sur Z menée. Donc c'est 24, Z24 sur Z9B ici, c'est-à-dire l'entrée ou la sortie de l'étage l'eau. L'étage athénie, Z9A sur Z21. Donc tout calcul fait, je n'ai pas 11 sur 65 ou la 0,169, de préférence de manière cassée sur le halet qui m'a fait cassure. باش ما خاصة كي يبدا فما كالكول من بعده الرابور يأثر على لي فالور اللي من بعد. رابور جلوبال كالكولي دونك الرابور جلوبال هو شنو؟ فيتيس في السورتي على فيتيس لونتخي دونك ان 20 سور ان موتور تو كالكول في اذا كان حاجتي بالان 20 تيكالا رابور جلوبال فوا ان موتور 11 سور 65 اللي ديجا لقيناها فوا 750 اللي هو دوني ان موتور en tours par minute, باش نلقاو N20 est égal à 126,92 tours par minute. هذه الفيتيس في l'arbre de l'arbre de sortie. Vitesse de rotation de l'arbre de sortie, باش نسحقها من بعد. On déduire la vitesse angulaire. Ici, du tambour, oméga 15. Le tambour, il est lié, encastré, à l'arbre de sortie. يعني كي نقولوا الفيتيس 20 ولا الفيتيس تاع التامبور بالنسبه للفيتيس دو روتاسيون نفس الشيء مالا الفيتيس انغولير تيغالا كوا اوميغا تيغالا 2 بي ان سور 60 كي نقول ان 15 ولا ان 20 كيف كيف خاطر قلنا سون انكاستري لهنا باغ كوبي دونك كالكول ديريكت اوميغا 15 ايغالا 2 بي فوا 126,92 اللي هي ديجا لقيناها سور 60 كالكول يعطينا 13,29 راديان بار سكوند شنو لقينا لنا خاطر امبورطون كي تلقى ريزلتا راه في حاجات كيف حالات كيما هكا وارد جدا كونه باش تستعملو من بعد تتذكر شنو عندك شنو لي دوني وشنو لي لقيت باش تنجم تخدم. اون ديدوغ لا فيتيس لينيير بلا عندنا الفيتيس انغولار تو يحب يمشي يحسب الفيتيس لينيير اون متر بار سكوند دو تامبور دو تابي. Sachant que le diamètre du tambour D15 égale, il y a un diamètre. Il y a un oméga. Il y a un diamètre qui est comme ça. Il y a un diamètre du tambour. Il y a une vitesse angulaire. Qu'est-ce que je vais dire? La vitesse linéaire.
نعرف الفورميل في تيغال ار اوميغا، هذه باش نسحقوها باش نرجعها، في تيغال ار اوميغا، ونعمل الكالكيل نتاع في تيغال ار اوميغا. ار هو شنو؟ هو ديامتر سور دو دي كان سور دو، يعني 170 على 2 فوق اوميغا اللي ديجا حسبناه اوميغا 15. دي سور دو فوا اوميغا 170 على 2 فوا الاوميغا. بون هذه اون مليمتر، 170 يقول لي اون مليمتر سور دو باش تقعد اون مليمتر فوا 10 مون 3. علاش؟ باش نلقى الريزلتا اون متر بار سكوند، مش اون مليمتر بار سكوند، خاطر هو طلب اون متر بار سكوند. تو سامبلومون باش نلقى 1,129 متر بار سكوند. ديتيرميني لا بويسونس à la sortie disponible sur l'arbre de sortie 20. Bon, maintenant, c'est où je chauffe, je nous mets les données, les un rendement ou un puissance pour l'entrée. Donc, nous avons une simple puissance à la sortie de l'arbre 20. Le rendement, c'est la formule trou. Le rendement, c'est la puissance sortie à la puissance entrée. Donc, puissance sortie est égale à rendement fois puissance entrée, les puissance moteur, les 2 fois 10 watts, donné, 2000 watts, il y a 2 10 watts. Et ça, on a 0,9 fois 2 10 watts, il y a 2000, donc 1800 watts, ou 1,8 kilowatts. Kif kif. نمشيو للسويفون. عندنا فليكسيون اون ديزور ايتيدي لا ريزيستانس دو لارب دونتري دو ريدكتور 24. Pardon. Cet arbre est assimilé à une poutre cylindrique pleine de diamètre d égale à 15. Donc, diamètre assimilé, l'arbre est assimilé à une poutre cylindrique pleine. Y a-t-il un diamètre? Latini FB, l'effort fait le point B, c'est donné 250 newtons. Ou la résistance pratique, donc 50 newtons par millimètre carré. On adapte le modèle de calcul représenté sur le schéma C contre, montrer que RA égale et RC égale. Yann, Hebeko, trois efforts. Les deux appuis, fait A ou C, Andy, le RA ou le RC. والاف بي هي ليفور الوحيدة اللي دوني مع لي ديستونس هذوما. دونك لهنا اذا كان نستعمل الموديل دو كالكول هذايا، عندي الاف بي في البوان بي وعندي لي دو زابوي هذوما، تسمى رياكسيون هو يسميها، نتقيدو بالتسمية هاكي ار ا و ار سي، والسونس دو روتاسيون اربيتخير شوازي اللي هو هذا اللي في العادة نخدمو به. Donc, je t'ai les deux inconnus, RA ou RC, à vérifier les valeurs les plus atteintes. Bien sûr, nous le principe fondamental de la statique, il dit que le somme des efforts est égal à 0, yani RA plus FB plus RC est égal à 0. C'est une somme vectorielle. Je note l'équation numéro 1, maintenant. بعد ليكواسيون الثانيه سوم دي مومون دي زيفور اكستيريور ايغال ا زيرو. كي نقولو مومون دي زيفور، مومون راهو مومون في بوان، مومون كالكولي في بوان. تعلمنا في الكور كونو ليفور اف بي بما انه دوني نبعد على البوان بي هذي، دونك عندي حق نستعمل الا ولا سي. بيان سور الا تولي اسهل اذا كان ناخذ الروبير في السونس هذا، دونك الا والسي زوز يوصلوا، لكن الافضل الا باش نستانسو ديما بطريقه واحده خدمه باش ما تدخلش بعض. Donc, moment fait A des efforts extérieurs. Yani, il dit que moment en A de tous les efforts, donc moment en A de RA plus moment en A de FB plus moment en A de RC, c'est égal à 0. C'est l'équation 2. Je n'ai pas l'équation 1. On a mis la projection à l'Y. Allez, je vais te dire que j'ai signé RA ou FB ou RC. Une à l'autre, une à l'autre, etc. Qui a mis la projection à l'Y. لو y étant donné système d'axe هذا x هكا و y هكا، كي نعمل y يعني هو ال vertical يعطيني ال RA بما ان اللوطا نجم نقولو موا RA FB الفوق C بلس FB etc. ونبعد على الصوم فيكتوريال هذي.
دونك بروجيكسيون على لو واي، شنو تعطيني؟ الار ا على لو واي لوتر سي موان ار ا، الاف بي الفوق بلس اف بي، الار سي لوتر موان ار سي ايجال زيرو. باقي ليكواسيون هذه ما توصلش خاطر مازال فيها دو زانكوني، نعرف فقط الاف بي. دونك جو نوت سا 3 اكيد باش نرجعوا لها. نتعدى للتيود دو ليكواسيون الثانيه اللي هي سوم دي مومون في البوان ا، المومون في البوان ا دو ليفور لولاني. ليكواسيون 2 دونك المومون في البوان ا دو ليفور لولاني ايغال زيرو، على ايش؟ خاطر ليفور يتعدى من البوان، الديستونس نول لهنا دونك سي زيرو. المومون في البوان ا دو اف بي، اف بي كندورها على ا، مومون كي نقول مومون او بوان ا يعني عباره الاف بي الفلاش اللي هو طالع الفوق باش ندوره هكا على على ا، او كنلقاه يدور نفس السونس هذا. دونك نقول بلس الفورس فوا ديستونس اف بي فوا 50، دونك اف بي فوا 50 ولا اف بي فوا ا بي، ومن بعد تالي في الاخر نعمل كالكول نبدل ا بي ب 50، سي اون ديستونس ما تقلقش كيف كيف. بالنسبه للار سي تاو، ار سي فوا ديستونس، لكن كندورها على ا الدور عكس السونس هذا، دونك موان ار سي فوا ديستونس توتال تاو قداش تبعد ار سي على ا، هي ديستونس كامله اللي هي 85 ايجال زيرو. شفت لنا وقت عملنا المومون اون ا دو ار ا جي انولي وحده، دونك القاعده اللي في ليكواسيون ان سول انكوني اللي هو ار سي، نجم نطلع دونك ار سي ايجال دونك اف بي فوا 50 نقسم سور 85 250 اللي هي اف بي اللي هي دوني فوا 50 سور 85، دونك باش نلقى ار سي تيغال 147.058 نيوتن. بما انه لقيت وحده نجم نرجع لك ليكواسيون 3، اف بي دوني والار سي لقيناها، دونك نجم نطلع ار ا. ليكواسيون 3 دون كو ار ا تيغال اف بي موان ار سي، نعمل كالكول اف بي اللي هي 250 موان الار سي اللي هي ديجا لقيناها، دونك باش نلقى ار ا ايجال 102.942 نيوتن. دونك هذوما مهمين، نتذكروا بالباهي لي فالور هذوما، ار سي 147 ار ا 102 مع الاف بي 250، هذوما باش نستعملوهم من بعد في كالكول دي زيفور ترانشون المومون فليشيسون اكسيتيرا. باهي في الدياغرام دي مومون قلت تخاسي دياغرام دي زيفور ترانشون، يلزمني نعمل تو دابور كالكول ومن بعد تالي نعمل تراساج لهنا في الدياغرام. نبداو تو دابور نجيبو الموديل دو كالكول لهنا باش نخدمو عليه، ومن بعد تالي بيان سور نسطرو نعاودو نرجعو الدياغرام ونسطرو. بالنسبة لزون أبي القاعدة شنو تقول؟ هي نعمل كوبيور لنا ونغزر فقط على اليسار ونقول تي غريك إيكال موان بارونتيز، وداخل البارونتيز نكتب لا سوم الجبريك دي زيفور الموجودين أغوش، إر أ بما إنها اللوطا نحط موان إر أ، ما لا معناها حاجة كيما هاك تي غريك موان بارونتيز، داخل البارونتيز شنو فما على اليسار؟ موان إر أ خاطر اللوطا كو، أما الموان الأولى داخلة في القاعدة. مهم وردوا بالنا من سيني خاطر اكبر الاغلاط في الفليكسيون هو سين، ولي ليفل الباهي والخايب والمتوسط الناس كل نجم تغلط في السين. دونك ثبتوا احنا بون نرجع لنا. دونك قلنا موا موا اغ ا عبارة اغ ا اللي هي 102 ديجا كالكولي. زون بي سي دونك باش نحي الكوبيور لنا باش نحطها اونتخ بي اي سي، ونغزر على اليسار موا اغ ا بلس اف بي، لكن عندي موا من اللول، موا بارونتيز موا اغ ا بلس اف بي، موا اغ ا خطر اللوطا اف بي خطر الفوق بوزيتيف، تعطيني دونك اغ ا moins FB 102.942 moins 250 FB. Les valeurs de ma colonne, mais là, ça y est. Donc, tout calcul fait, je vais moins 147.058 newtons. N'ayez pas col. On s'attarde à diagramme, mais maintenant, on a l'échelle, 1 mm 10 newtons.
في الزون ا بي سي اون كونستانت ايغال ا 102 باش نقسم سور 10 نضرب عباره فوا 1 دونك باش تعطينا بريسك 10 ملم في الزون هذه 10 ملم. بالنسبه للزون بي سي باش نلقاو موان 147, دونك سور 10 14.7 بريسك 14.5 ولا 15 ملم نيجاتيف يعني فيغ لو با لوطا 14 15 ملم 14.5 15 ونسطر. دونك نكمل الدياجرام تاعي لازم نقولوا لي فالور هذوما قداش موان 147 ولهنا 102. هكا دونك كملت الدياجرام نجم نحط لنا لي ستري هذوما باش نقول الزون هذه بوزيتيف الزون هذه نيجاتيف باش نوضح اكثر الدياجرام. Maintenant, tracer le diagramme des moments fléchissants. Les calculs ici, si vous voulez, zone heavy. Donc, je vais vous montrer le diagramme des moments fléchissants ici. Donc, MFZ, fait zone AB. Fait zone AB, bien sûr, il y a bien sûr des sens positifs. Et le coupure. Le coupure, mon jeu de bin. 0 و 50 دونك الاكس انتر 0 و 50 ونبدا نختم ام اف زد ايجا لان في المومون فليشيسون ردوا بالنا راهو مش مجموع لي زيفور الموجودين على غوش لا وانما مجموع مومون لي زيفور اللي موجودين على غوش المومون تاعهم يعني المومون تاع لي فور هذا ار ا كالكولي في البوان جي يعني يحب يقول ار ا باش نضربها في الديستانس هذه اللي هي لان علاش نحطوا هاد فاريابل اكس اللي هو فاريابل انتر 0 و 50 اللي ولي عندي ام اف زد ايكال موا بارونتيز القاعده تقول هكا موا بارونتيز داخل البارونتيز شنو نحطو عندي المومون تاع لي فور الموجود اغوش اغوش عندنا فقط الار ا نضربها في الاكس اللي هي ديستانس ار ا فوا اكس ب الار ا كي تدور على الجي تاعو تدور نفس السونس هذاك علاش داخل البارونتيز حطيت بلوس الموا الاولانيه كي خاطئه داخله في القاعده هيك R A fois X donc force fois distance ou d'avoir fait neuf sens il est positif R A fois X bien maintenant le X variable entre 0 et 50 on peut voir que le X égal à 0 il y a ni fil point A M F Z est de partir à 0 nous le mettre voir que le X égal à 50 n'a mal calculé M F Z égal à moins R A il est à 102,80 fois 50 le X qu'on a voir que le X égal à 50 باش نلقاه اون نيوتن مليمتر كي نحط من توا 10 موان 3 باش نلقاه اون نيوتن متر موان 5.147 نيوتن متر. بالنسبه للزون الثانيه دونك نحي هذا الكل نحط كوبير في الزون الثانيه يعني الاكس اللي هي الفاريابل انتر 50 و 85 سي سا الاكس ici. دونك على اليسار شنو عندنا المومون تاع لي زيفور اللي موجودين على غوش سي سا ام اف زد ايغال موان بارونتيز موان بارونتيز ما ننساوش شكل الموان الاولاني داخل في القاعده هذيك ومن بعد داخل بارونتيز شنو باش نكتب بارابور جي ديما المومون بارابور جي ار ا دور في السونس بوزيتيف مضروبه في الاكس كامله ار ا فوا اكس بالنسبه للاف بي كندورها على الجي تو ندورها على الجي باش دور عكس السونس هذا يعني موا اف بي فوا ديستانس هذايا بي جي والبي جي هي شنيا هي اكس موا ابي اكس موا ابي دونك موا اف بي فوا اكس موا ابي هذا هو منين جات ليكواسيون دو بوان وقت الاكس ايكال سانكونت اكس ايكال سانكونت موا ابي اللي هي كذلك سانكونت دونك هذا باش يعطينا زيرو وقت الاكس ايكال سانكونت ديجا حسبناه لنا موان سانك فيرغول ديجا حسبناها ووقت ال x إيكال 85 نعمل كالكول وقت x إيكال 85 ام اف زد مع بعضنا نعمل كالكول موان ار ا اللي هي 102 فوا x اللي هي 85 باش نعوضها موان مع الموان هذايا موان لنا موان لنا تولات بلوس اف بي اللي هي 250 فوا 85 موان 50 يعني فوا 35 تعطينا تو كالكول فيه بس تعطينا زيرو نيوتن متر.
دونك هكا كملنا الكالكول، نعملو التراساج، نحيو هذا، نمشي للتراساج. عندنا طوا ليشيل دوني ان نيوتن متر طوا مليمتر. دونك في الأ ام اف زد ايكال زيرو، في السي ام اف زد ايكال زيرو. كان في البي عندنا موان 5 فيرغول وعندنا ليشيل 1 3 مليمتر. دونك شنو باش نعمل؟ 5 سور 1 فوا 3، خاطر هذا من نفس لونيتي. موان 5 فيرغول 147 سور 1 فوا 3 يعني 15 فيرغول بريسك 15 ادمي، موان 15 ادمي لهنا بالنسبة للبي. 15 مليمتر ونص. النيفو نتاع البوان هذه سي موان 5.147 ام اف زد اون نيوتن متر، ام اف زد اون نيوتن متر. هذا الدياغرام لهنا سي توجور نيجاتيف. ام اف زد ماكس اكبر فالور بيان سور، نحكيو عن نورم لنا، يا اما نحط فلاش ونورم على اليمين وعلى اليسار، ولا نجم نكتب بالطريقه هذه. نحكيو على فالور يعني سكالير ماهوش فيكتور. سي 5.147 يعني نحي سيني مو نيوتن متر. هذا بالنسبة للكالكولي لا كونترانت ماكسيمال. بيان سور نذكروا ام اف زد هي 5 فيرغول باش نستعملها. ام اف زد ماكس كالكول نتاع المومون في الشيسون ماكسي، سيجما ماكسي، سيجما ماكس تيغال ام اف زد ماكس سور اي جي زد سور في، الموديل دو فليكسيون اللي هو اي جي زد سور في، المومون كودراتيك سور في مع بعضه سي الموديل دو فليكسيون. البوتر نتاعنا احنا قلنا سي بوتر سيلندريك بلان، الاي جي زد نتاعها بي دي 4 سور 64، والفي هو الديامتر على 2 دي سور 2. كي نقول اي جي زد سور في توا يعني بي دي 4 سور 64 زيد نقسم سور دي سور 2، عباره باش نضرب في مقلوب الكسر. دونك افيك اي جي زد ايغال والفي ايغال، هذا رابيل لنا. دونك الكالكول نتاع الاي جي زد سور في هات نعملو لنا مثلا اي جي زد سور في بي دي 4 سور 64 اللي هي اي جي زد سور لوتا في، يعني باش تقلب الكسر هذا باش يولي 2 سور دي ان فوا بور تو، تخدمها مره ولا اثنين ومن بعد سيت تستانس بها تولي ما عادش تقلق. دونك سمبليفي بار دي لان تقعد دي 3 الفوق و 2 هذه تولي 32. دونك بي دي كوب سور 32 يعني بي دي كوب سور 32 يعني حاب يقول 32 باش تطلع الفوق. السيجما ماكسي باش تولي ام اف زد ماكس فوا 32 سور بي دي 3. كالكول هذايا ام اف ماكس لقيناها 5.147 فوا دونك 10 3، علاش؟ خاطر لهنا سي اون نيوتن متر والكونترانت ماكسيمال سي اون نيوتن باغ مليمتر كاري. ردوا بان لنا 10 3 مهمة، فوا 10 3 فوا 32 سور بي فوا ديامتر اللي هو دوني من الاول 15 كوب. دونك الكالكول باش تلقاو 15.53 كاتسيتيغا نيوتن باغ مليمتر كاري. يقول فيريفي لا ريزيستانس. ريزيستانس جو في فيريفي اسكو لا كونديسيون دو ريزيستانس فيريفي ولا، يعني السيجما لازم تكون انفيريور ايغال ا ار بي. دونك احنا شنو عندنا؟ عندنا سيجما ماكس 15 فيرغول وعندنا الار بي ديجا من الاول دوني 50 نيوتن بار مليمتر كاري. نقول من الاول دوني، يعني مهم برشا في لي سيري هذوما كون التلميذ يكون عنده البابيي يعني سوجي سور بابيي، يطبع السوجي هذا باش يتبعنا يخدم، واللي نجم يطبع كوبي كذلك فارغه باش من بعد ينجم يعاود يخدم وحده اتسيتيرا. دونك سيجما انفيريور ار بي واضح، سيجما 15 وهذه 50. كونكلوزيون سيجما انفيريور ار بي نجم نحطو حتى ستريكتومون انفيريور لهنا. دونك لا بوتر ريزيست ولا لارف ايسي 24 ريزيست على الفليكسيون اون توت سيكوريتي. دونك سويفون اون باس غيداج اون روتاسيون. Pour des raisons technologiques, on désire changer le déroulement 22 ou 25 par cassure le guidage de l'arbre 24 par deux roulements arrangés de billes. On a un déroulement baissé à contact radial. Donc, je vais mettre déroulement, les deux roulements ZOUS, déroulement baissé. On va compléter la représentation graphique. Prévoir l'étanchéité du côté roulement R2, donc l'étanchéité de la zone head, يعني حبيقول جوا à lèvres, etc.
et indiquer les tolérances des portées de roulement et des joints. Oulen, les roulements baissés, وقتاش نستعملهم؟ وقت اللي يبدا عندنا شارج راديال فقط مديري، ما فماش شارج اكسيال امبورتون. دونك يعني يحب يقول مثلا وقتاش هو الشارج اكسيال يكون؟ وقت اللي تبدا دونتور مثلا اليكويدال. دونك لهنا سيون دونتور دروات، سيون دروات دونتور مثلا دروات، ما فماش كرياسيون دو شارج اكسيال، هكا نستعمل لي غولمون بي سي. علاش؟ خاطر الاكزرسيس هذا يعني باش نعاود مرة أخرى نعملو من بعد، باش نعملو باستعمال دي غولمون اللي وين فما شارج اكسيال. دونك إذا دونتور دروات يحب يقول دونك ما با دو شارج اكسيال امبورتون، دونك دي غولمون بي سي كافي. من هنا بيان سور عندنا اربع تورنون، باش يكون عندنا كاتر اوبستاكل على الباك انتيريور و دو اوبستاكل بو اريتي لي باك اكستيريور. ما ننساوش عندنا جوان الافغ لهنا اتسيتيرا و لي توليرونس في الاخر. ليشيل نتاع الديسان سي دوني ايشيل ان سور ان. دونك نبدا ان اوبستاكل هنا اللي دوني لي بولمون هذا اكوتي دو غولمون ار 2 دو كوتي غوش. دونك وهذا كان نطولوه شويه يعطيني لوبستاكل الاخر، ولاو عندي دوز اوبستاكل لي بولمون الثاني. دونك على اليمين وعلى اليسار شنو باش يكون؟ باش يكون انو الاستيك، انو الاستيك دوني في الجيد، لكن كيما تعلمنا لانو الاستيك نجم نسطرو حتى من غير جيد. اشنو نعمل في الليميت سيرفاس تيرمينال هذه نتاع الرولمون؟ ندخل الداخل 1 مليمتر نسطر خط، البرا 2 مليمتر نسطر خط، يعني بيناتهم تقريبا 3 مليمتر. بعد تالي نكمل سيبولي بقية الأرض. البروفوندور نتاع الجورج مليمتر ولا مليمتر ونص، ما أكثرش، ما نغرقوش برشا. ومن بعد تالي نجيب لانو إلاستيك. شنو معناها؟ يعني العرض الفاضل توا كونتاكت بين الرولمون حتى الإكستريميتي دروات نتاع الجورج هذيا هو اللي باش نستعملو اللارجور نتاع السيركليبس لانو إلاستيك. نحط لانو الاستيك اللون دان كوتي من فوق ولا من اللوطه، مر واحده برك يعني من فوق او من اللوطه. كيف كيف عندنا فرصه باش نعاودوا كيفاش نصور لانو الاستيك. دونك الكوتي غوش، دونك على السيرفاس تيرمينال نتاع غولمون الداخل شويه 1 ملم سطر ليني نتاعي، 2 ملم لبرا بعد النيفو نتاع رولمون ونسطر الخط نتاعي اتسيتيرا. دونك نكمل لاربي اللي كان دوني لهنا، لهنا سي دوني. البروفوندور نتاع الجورج 1 مليمتر ولا مليمتر ودمي، اللارجور هذاك الفاضل هو اللي باش يتحط فيه لانه الاستيك، لانه الاستيك نحاولو ما يفوتش لي باسور نتاع الباك هذا الفوق. اللون وحده من فوق وحده من اللوطه، مش بالضروره ديما من فوق البارتي اللوطانيه هي اللي كولوري. بون بيان سور نعرفو هو في الاصل سي هاشور، لكنها زون صغيرة برشا، دونك مسموح لك باش تلون مثلا في اللانو إلاستيك، لكن فماش فما كله سي كوبي يعني هاشوري، بيس كوبي يعني هاشوري هاشور. دونك هكا لي كاتر اوبستاكل على الباك انتيريور خدمناه. على الباك اكستيريور دونك لهنا باش يكون واضح فما ماتيير، لهنا ما فما شيء خاطر قلنا دوز اوبستاكل فقط باش نستعمل اوبستاكل من هنا اوبستاكل الاخر من غادي باش يكون بالكوفيركل هذا، خاطر فما عندي جوان الاف. واضح الفكره؟ دونك لهنا نجم نعمل ان بوتي ديجاجمون بور اسيغي باش نضمن الكونتاكت بين الباك اكستيريور رولمون مع لي بولمون هذا ولا مع الماتيير. بيان سور لهنا ما فما شيء، لهنا ما فما شيء. علاش؟ خاطر قلنا باش نستعملو كوفيركل من الزون هذه اكستيريور فقط. لي تري دو كونتور هذوما نجم نحضروهم نهبطوهم باش ما ننساوهمش. لي تري دو كونتور لي زرات واضح. اوبستاكل هنا ماتيا، لهنا ما فما شيء، لهنا ما فما شيء، ولهنا باش يكون كوفيركل. دونك لي دو اوبستاكل اكستيريور وحده منا وحده منا باش يتحطوا. بالنسبه للكوفيركل باش نخدم الكوفيركل يلزمني نحضر دو بريفيرونس جوان قبل، باش نشوف الجوان الفورما نتاعو الحجم نتاعو اتسيتيرا، باش نجم نتصرف في ليسباس اللي عندي بالنسبه للكوفيركل. اجواني خو الجيد هون بون نسينا كل هاشور، كملت الهاشور اللي هي هذه
كلك هشير بقى مش برشا ناقصة لنا، هشير نكملوهم وناخد الجيد. يبدا الدورني عاده حاجه كيما هكا في الدوسي تكنيك، وبارفوا حتى سو الاكزرسيس يعني اللوطه في اسفل الباج مثلا، غالبا يعني نحكيه نجم تلقى الجيد هذوما، والا في الدوسي تكنيك اذا كان دوفوار ولا اكزامان اكسيتيرا. دونك باش نقيس الديامتر قال ليشيل 1 سور 1، احنا قلنا تفهمنا ليشيل 1 سور 1 اهو شو معناها، معني نقيس الديامتر، ديامتر 25 بالنسبه للجوان الف في الكا هذي مع البابي هذا يعني اللي يتحصل على السوجي هذا ويقيس تقريبا مش يلقى في الزون نتاع 25. نشوف الديامتر 25 بوتي دي 25 سي سا هي هذي، دونك جراند دي 42 والاو 8. جراند دي هو الديامتر الكبير نتاع الجوان الف، والاو هو اللارجور العرض نتاع الجوان، دونك سهله. الديامتر الكبير 42 والاو هي 8. باش نبدا بال 42 على 2 21 21 يعني حب يقول من لاكس الفوق 21 ومن لاكس اللوطة 21 ملم. العرض نتاعها 8 كما تفهمنا الاو، ونهبط الكونتور نتاع الجوان تقريبا كملناها كيك بريس كامل يعني الكونتور نتاعو كامل. يبقى فقط الفلاش هذاك التري والفلاش، دونك نناقصو نعمل فيه خط هكا وفلاش باردون بون. بالنسبه للفلاش هذا كيفاش يتحط الفلاش هذا، ديما دو ليكستيريور فيغ لانتيريور، احنا عندنا الكيداش روتاسيون رولمون هاهم لنا في الزون هذي، الفلاش في اتجاه لانتيريور نتاع السيستم اتجاه الداخل نتاع السيستم. دونك الفلاش مانتنو دونك هكا مش الهكا مش فيغ ليكستيريور، وانما باش نرجعها اني تو فيغ لانتيريور حاجه كيما بارفوا الجوان ا دو ليفغ، فبنبغي خلاف الفلاش هذا نحطو فلاش اخر قصير في السونس الاخر، لكن غالبا مش مطروح الكيستيون هذا، يقول لك جوان الاف هو كهو فلاش واحد كافي، دونك ما ندخلوش في الديتاي هذا نتاع ان ليف ولا دو ليف في ال... في الكونسيبسيون غالبا ما ندخلوش فيها. ما جوست باش نفهم برك بارفوا نلقاو فلاش لهكا وفلاش لهكا يعني دو ليف في الكا هذه. به الجوان كملناه، دونك الكوفركل تاعو باش يعطيني لوبستاكل الثاني منه ولا لغي الثاني على الرولمون على الباك اكستيريور نتاع الرولمون اغ دو بالكوتي دغوا، دونك حاجة كيما هكا. عملت ان بوتي شونفران لهنا، لواه شونفران خاطر المونتاج نتاع الكوفرك يجي نركب الكوفركل كي يبدا فما شونفران هكا لنا في الزون هذي يبدا فاسيل فاسيل امونتي داخل البياس هذي داخل البياس 26 داخل البياس 26 باش نركب الكوفركل كي يبدا فيه بوتي شونفري ولي اسهل في المونتاج وكاو. به دونك وصلنا الاوبستاكل اللي هو باستعمال الكوفركل، الفورمه نتاع الكوفركل مازالت ما كملتش، نكمل الفورمه نتاع الكوفركل هذه كمثلا، والبارتي هذه لنا ما ننساوش فما ان بوتي جو لهنا وك علاش حطينا قدامه الجوان بور ولي ايفيتي لي فويت اتسيتيرا، كي يبدا جوان ا دو ليفر ليفر اكستيريور باش تحمي الميكانيزم اللي زامبورتي اللي يجيو من برا غبره اتسيتيرا. دونك الكوفركل في السونس هذا بيان سور لي اسامبلي افيك دي فيس مع الكور 26، لكن لنا مش مطلوب ريبريزونطاسيون تاع الفيس جوست تو ناقصو الهاشور، ونكون هكا كملت تقريبا الريبريزونطاسيون جرافيك. L'étanchéité, ça y est, indiquer les tolérances des portées de roulement et des joints. Bonus pour roulement, arbre tournant, planté avec serrage, albag intérieur, pardon, donc petit cassis, un crise de diamètre 25 cassis. Albag extérieur, je connais avec jeu, donc 30, 63 à 7. Bonus pour les joints, l'aine presque 9 diamètre ici, c'est 25 petit H11, ou le kbira grand H8. ونقيس الديامتر اللي سيم لهنا مثلا باش نلقاو 42 جران هاش 8. بالنسبه للجوا ما يتبدلوش، الكبيره جران هاش 8 التوليرانس بيتي هاش 11 بالنسبه للصغيره. بيان سور ما ننساوش فقط الفاريابل هنا هو شنو هو الديامتر، قيس الديامتر سويفون لي شال اللي عندك اتسيتيرا.
دونك هكا كمان الاكزرسيس هذايا نتعداو. احنا قلت اني قلت عملت موديفيكاسيون هذا بي سي باش نشوف وقت تبدا في الكا مثلا نتاع لورغان دو ترانسميسيون ما هواش ادونتور دوات ولي اوبليجي عليا باش نستعمل ديرولمون كي بي ولا بي تي اتسيتيرا دونك كونتاكت اوبليك. بون صحيح فما بارتي نتاع الكونسيبسيون، لكن ليزيكزرسيس منو هذا مش الهدف منها فقط كونسيبسيون، كذلك باش نعرف علاش نستعمل لي رولمون، شنو هو التيب تاع المونتاج اكس ولا او اتسيتيرا الى اخره. دونك الحاجات اخرين كذلك اللي نجمو يطرحوا كاسئله بور دي ريزون تكنولوجيك اون ديزير شونجي لي دو رولمون 22 25 اسور غيداج اتسيتيرا بار اون رانجي دو بي ا كونتاكت اوبليك. دونك يقول كي تيب دو مونتاج اتون شوازي، شنو نوع المونتاج اللي موجود لنا. كي نشوفوا الكونتاكت بين البي والباك اكستيريور نلقاو تقريبا في الزون هذه، مع الباك انتيريور باش نلقاو في الزون هذه. دونك الكونتاكت اللي اوبليك في سونس هكا، اللوطه كذلك، الهكا كذلك، هكا كذلك. دونك واضح سي مونتاج اونيكس. جوستيفي شو شو علاش نستعمل مونتاج اونيكس، خاطر واضح. شوف لاربر تورنو لاربر كيتور، دونك البينيون دونتور موجوده على لاربر 24، هذوما سون دي دون. اي لورغان دو ترانسميسيون موجود لداخل اونتر لي رولمون. اتو نشوفوا علاش اونتر لي رولمون يلزمني مونتاج اونيكس. دونك الاجابه لهنا بور لو مومون سي اربر تورنو اي اورغان دو ترانسميسيون اونتر لي رولمون موجود ولا سيتوي اونتر لي رولمون. نقول بي نرجع للموضوع اللي جبدناه، قلنا علاش نستعمل لي رولمون ا كونتاكت اوبليك. وقتاش؟ وقت اللي يبدا لورغان دو ترانسميسيون موجود على الانتيريور اي اربر تورنو، لورغان دو ترانسميسيون qui va créer si vous voulez la charge axiale. كي نقولوا charge axiale منين تنجم تجي charge axiale، شنو نجم يكون مثلا؟ نجم يكون مثلا و في سون فا لا روتاسيون تاع الفيس على الرو فا كريي على الرو اكسيالمون ان افور اكسيال، ولكن يبدا انغوناج كونيك. صحيح انغوناج مثلا اذا كان هذه تبدا هي لونتري تاع الموفمون، il va un effort ici un effort aussi qui va entraîner la roue en rotation، لكن كذلك un effort axial l'engrenage à denture helicoidal كذلك. دونك هات ناخذ مثلا denture helicoidal كي جات عندنا لهنا البينيون هذه à denture helicoidal، دونك باش يكون عندي charge axial importante. axial يعني في السونس هذا وفي السونس هذا، نقول في السونس هذا او في السونس هذا، يعني هي باش تتقسم باش تتوزع بالشكل هذا. هيك علاش يلزمها في الباك انتيريور نتاع الرولمون لهنا بزايد ماتير كي فا سوبوزي للشارج، دونك يعمل كونتاكت مع البي مع الماتير لا بلوز ايباس من الباك اكستيريور ويكون قدامها ان اوبستاكل. هيك علاش احنا ديما نقولوا في الكور باختصار، نجمو نقمرو حتى مع التلامذة نقولوا لهم ديما لوبستاكل في لي رولمون من النوع هذا يتحط وين فما البارتي اللي فيها اكثر ايباسور اكثر ماتير. لكن هاو علاش؟ خاطر الشارج تمشي في السونس هذايا يلزم اكثر ماتير باش كي فا سوبوزي للشارج هذيك. دونك ايبولمون مثلا ماتير اللي الجهه سي فولي البارتي لا بلوز ايباس الاخشن من الباك انتيريور كونتاكت مع البي كونتاكت مع الباك اكستيريور كذلك البارتي اللي هي الاخشن اتسيتيرا. دونك في الحاله هذه احنا شو عندنا؟ عندنا تو بور لو مومون واضح باش نحطوا لي زوبستاكل لنا ولنا 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 كيف كيف الفوق واللوط، فما دي بارتي ما فيهمش اوبستاكل سي يونيتيل زايده، حطوا دو في لي رولمون من واحد. دونك شنو عندنا؟ لي دوني عندنا هذايا سي دوني ايبولمون، شنو قاعد لي عندي؟ ايبولمون لهنا ناقص تنزيدو، تحب يقول على اليمين وعلى اليسار، على اليمين بالكل وعلى اليسار من هنا ما فما شيء، البارتي اللي فيها جويده دونك هاك ما فما شيء ما فما شيء. اي دونك هذوما لي دو زوبستاكل على الباك اكستيريور. واضح لهنا فما لا ماتيير لا بلوز ايباس قلنا باش يكون فيها الماتيير ولا ايبولمون انتيريور ماتيير لهنا، معناه يحب يقول ما فما شيء ماشي اوبستاكل. بيان سور نجم ما ننساش نعمل
le petit dégagement là pour assurer le contact entre le bac extérieur et l'épaulement. Ben, ونهبط التخيدو كونتور باش ما ننساش بيان سور يقعد من بعد ناقصنا الهاشور. في الكا الثانية نعرفو فما كذلك الجوان اليفغ فما ايتونشيتي دونك فما جوان اليفغ باش يتسطر لنا دونك يحب يقول في البارتي هذه ما فما شيء فما التخيدو كونتور فقط باش يهبط ولهنا ما فما شيء فقط ما فما شيء في الماتيار نقصد من فوق لكن باش يتحط الكوفيرك اللي هو باش يكون لوبستاكل مع فوق الجوان به ثم حاجة مازلنا ما قلناش عليها إلى حد الآن هي في لي غولمون اكونتاكت اوبليك اكونتاكت اوبليك إذا كان يبدأ اوبستاكل هذا والاوبستاكل من هنا سري برشا معناها يقلق الفونكسيونمون لازمو جو انترن الرولمون يزمو ان جو انترن لهنا ما حطيناش على القليل نحطو لهنا في الكوتي هذا دونك باختصار اربر تورنون أورغان دو ترانسميسيون موجود على الانتيريور هذا في الكام تاع الاستعمال تاع لي غولمون كونتاكت بليك بي تي ولا كا بي دو زوبستاكل دو زوبستاكل فقط بلس ريغلاج ريغلاج يتحط افيك دي كال كلينكون ولا دي كال دو ريغلاج على الباك اكستيريور جو في ريغلي الكال اكس لوبستاكل اللي موجود على الكال اكستيريور ريغلاج لهنا على الكوفيرك الاسهل علاش باه باش نشوفو لان قلنا الاوبستاكل اللي ناقصنا هو الكوفيركل الهاشوير هذيك كملناها دونك لهنا اقبل الكوفيركل الانيماسيون اني خدمت الجوان كالعاده ومن بعد تالي الكوفيركل تو نرجعو لها متسالش لحظه برك بالنسبه للجوان رابيدمون خاطر يشبه للاخر الجوان قلنا نفس الديامتر سي 25 معناها ici دي غون دي 42 والاو 8 لون دي هو الديامتر الكبير والاو هو اللارجور نتاع الجوان دونك 42 8 وهكا نسطر ال 42 وال 8 نسكر الفورما نتاع الجوان التري هذاك والفلاش قلنا ريناها في الاكزرسيس اللي قبله دونك رابيدمون توا هذا بالنسبه للجوان الكونتور نتاع الجوان كامل دونك لوبستاكل توا بالنسبه للكوفيركل كوفيرك لك يوصل يعمل لوبستاكل لكن جو في ريغلي باش ما يكونش فما مكبوس برشا ولا مرخوف برشا جو اكبر من لازم ولا اصغر من لازم اشنو نعمل نجي لهنا في الزون هذي ونعمل جو في انتركالي ديكال اللي نتحكم في النومبر نتاعها يعني اذا كان ريت كونو الكوفيرك المقدم برشا رولمون سري الدور بالسيف لارب دور بالسيف لاحظ كونو لارب دور بالسيف مكبوس برشا شو يلزم يلزم الكوفيرك الذي يوخر شوية باش يعطيني أكثر جو شو معناه نحي كالفيس هذاك اللي عملت به الكوفيركل ونزيد ليكا باش يوخر الكوفيركل شوية اتسيترا والعكس بالعكس دونك هذو مش معناه ليكال دو ريغلاج دو جو انتيرن دو غولمون يصيروا على الباك اكستيريور ريغلاج يصير على الباك اكستيريور في الكا في المونتاج اون اكس دونك باقي تو نكملو الفورما نتاع الكوفيركل اتسيتيرا تشبه الاخر اللي خدمناه جو ان بيتي جو سي والهاشور كملناها به شنو مازال لي توليرونس لهنا افيك دي غولمون دونك بي تي ولا كا بي اربر تورنونت الباك انتيريور افيك سراج دونك نستعمل بيتي تيم 6 Le bug extérieur avec jeu grand H763 H7, donc les diamètres en Rissourm à l'échelle 1 sur 1. Bénis va les joints à lèvres. Quel rada en Rissourm au diamètre intérieur. Mettre bad louche à vous comme la mahala. Bénis va les joints à lèvres. C'est 25 H11 et grand H8. Bénis va l'alésage. Le diamètre le kbir. Grand H8 et le diamètre 42 l'hénin. Petit H11, grand H8. Donc, avec un coup comme le sujet. Bonne chance à tous et à toutes et au revoir.